فضيلة الشيخ، كثيرا ما رأيت من اختلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم يعني مما رأيت أنا رأيت يعني تفريطا، فبعضهم قد يسمح لمن كان عمره في 12 أو في 14، وربما يعني بعضهم يكون أكبر من ذلك بالدخول على النساء ولا يرون في ذلك بأسا. ورأيت أيضا في المقابل عند بعض الأخوة الملتزمين بدين الله عز وجل يعني تشددا في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في 14 من عمره ادعاء منهم على أن هذا الطفل فيه ذكاء وأنه يلاحظ أو أنه يميز يعني بين الحسن والقبيح من النساء، فما هو الضابط لذلك وما مع الأدلة؟ الضابط لهذا ذكر الله عز وجل في القرآن، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا الضابط. فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة أو يلمسها أو ما أشبه ذلك أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى عرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة 10 فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائما عن النساء وعن الشهوة، فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ 10. هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده، أما بالنسبة للخلوة للمرأة فهذا يجب التحرز منه، وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتجاب عنه، لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسها فيها شيء من الفساد فتحاول أن تثير شهوته، نعم، وربما تمكنه من نفسها أو ما أشبه ذلك. فالخلوة الشيء وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني أن الخلوة يجب التحرز منها كثيرا لئلا تعبث المرأة بالطفل. وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به فما بالك بالصبي له 7 سنين أو 8 سنين. أين في الوجه يعني، فنجزم بأن ما دون 10 ليس فيه شيء، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لا، لكن قلت لك ما لم يكن في بيئة تتحدث عن النساء وما يتعلق بهم.